ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. أنا الشط اللي ضايع، أنا البحر الغريب، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. أنا عطراف الغابة حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر علق اعتيابي، وجهك دليلي يهون عذابي. شفتك أنا حلمي بمنامي، كنت قدامي وخلفك ضبابي. لا تكوني هالدنيا واحلامك توعدنا وياما تطلع كسابي. كوني العشق اللي والع، كوني الحب الصديق، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. وين كنتي؟ وين كنتي؟ رح أقول لك، بس بتوعدني أنك تسمعني على الآخر وتصدقني؟ عم أسمع. أنا وإياد كنا منحب بعض، كنا رفقة بالجامعة وحبني ونعجب فيي مثل كل اثنين بحبوا بعض بالجامعة. بس خلصت الجامعة وتخرجنا قررنا نترك. لا هو كان مستعد للارتباط ولا أنا كان عندي النية. بعدين تعرفت عليك، ومن بين كل الرجال حبيتك لإلك وقررنا نتجوز. أنا نسيت كل شيء، نسيت الماضي وتركت كل شيء وراي ومشيت. بس هو ما تركني، هو لحقني لآخر دقيقة. زواجه من رنا كان كذبة وتمثيلية، قرر يتجوزها كرمال ينتقم مني، كرمال يصلي بأي طريقة. جربت بعده كتير عني، أيام حتى هددته فيك أنت، بس ما كان يبعد، ما كان يتركني.
طلعنا للآخر. بعرف. تعرف؟ أكيد بعرف. وبتعرف كمان إنه حبر رانا كله كذبة؟ اليوم سمعت عم تحكي على التليفون، كانت عم تحلف إنه منا حبلة، وإنه حبلها كله زائف، وزواجها من إياد هو تمثيلية وكذبة. مع مين كنت عم تحكي؟ جهاد ما بعرف، ولا ما بعرف، أنا ما بعرف غير إنه أنا حبيتك، ومن أول نهار كنت مخلصة وفية لإلك. جهاد صدقني، عن جد أنا مستعدة أعمل شو ما كان كرمال تصدقني. مع مين كنت عم تحكي؟ والله ما بعرف، ما بعرف، بس صدقني أنا بحبك، ولا مرة خنتك، ولا مرة خنتك. يا أمي وينك يا طيب؟ وينك يا طيب؟ وينك؟ وينك؟ ما بدك تبارك لي؟ رح صير مرت أخوك. بعرف إنك هون، وبعرف إنك عم تقرأ كلامي، بس ما عندك حكي مثل العادة. بحس إنه كلمة آسف أصغر كتير من اللي صار. سامحوني كلكم. جهاد شو بدك تعمل؟ جهاد رد علي بترجيك. بدي اياك تفوتي تغسلي وجهك وتكوني كتير رايقة عبالي تروق انا وياك. ولا قلك رح قلن يجهزوا لنا التروية، بدي نتروق كلياتنا سوا. يا فتاح يا عليم. ألو. صباح الخير. صباح النور. نعم. آسف لو كنت اتصلت بدري شوية، بس قلت الحاجة قبل ما تنزلي على المحكمة. عايز ايه يا حسام؟ عاوز اشوف كرم. يو يا حسام، احنا هنبتديها من الاول؟ انا مش فاضي، انا عندي شغل، وبعدين انا لسه واخده امبارح. عاوز انقله من المدرسة بتاعته. اشمعنى يعني؟
هسجله في مدرسة قريبة من بيتك وهشترك له في الباص عشان يجيبه لحد عندك. فيها حاجة دي؟ هوبا، ده ايه الحنية اللي نزلت عليك فجأة دي؟ عموما اوكي، ما عنديش مانع، بس تجيبه لي على المكتب عشان انا نازلة. خلاص اوكي، صحي وخليه يجهز نفسه. هو صحي، انا هجهزه لك وانزل انا. نص ساعة واكون عندك. يلا مع السلامة. باي. كرم تعالى لبسك عشان بابي جاي ياخدك. يلا يلا يا امي انا ماشية. هتوحشيني يا حبيبتي. ربنا يخليك. خدي بالك من نفسك فرح، ارجوكي تبعدي عن الست اللي اسمها ميرفت دي خالص. يا امي هتوصل لي ازاي؟ هي هنا وانا في لبنان. ما هي وصلت لك يا حبيبتي. طيب حاضر يا ست الكل، انت بس ادعي لي وما تخافيش عليا. حاضر. مش هتصالحي اختك الكبيره قبل ما تسافر ولا ايه؟ ليه، هو انا اللي زعلتك؟ طيب واللي هتقولك هتبعت لك تيكت طياره وتجيبك في اقرب وقت لبيروت. بجد بجد يا فرح؟ ايوه كده. ايه ده، وهتسيبوني لوحدي؟ اوعدك يا ماما فتره صغيره وهجيبك تسكني معايا في الفيلا اللي هشتريها على الرش في بيروت. بصراحه مع جو روماني الرهيب هما 3 ايام هيكون عندها فيلا على الرش في بيروت. ربنا يستر يا امي. ارجوك يا فرح ما تتاخريش عليا، ما عنديش حد غيرك يساعدني، مستقبلي كله بين ايديك. ماشي يا حبيبتي، اديني اسبوع 10 ايام وانا هظبط لك كل حاجه. هيبقوا 10 سنين صدقيني. ما تفكريش في اي حاجه، توصلي بالسلامة. يلا أنا همشي. أنا حكيت مع ابن خالتي وقال لي راح يدبر لي شغل عند واحد صاحبه. الله يسامحه عمي أبو عبد، كان لازم يخبرنا قبل الوقت، كنا دبرنا حالنا. يعني معقول هيك طب غم بدي يسكر الفرن؟ واللي عنده كلمة بتمر أنت وياي ابلعها. شو حكينا؟ تهبي شغلة. عليكم. وعليكم السلام. شو وينه أبو العبد؟ ماله هون. إمتى بيجي؟ ما بعرف. وليش عم تحكي معي هيك؟ هيك انت اخو مرايشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو العبد شو خير؟ اخي ابو العبد انا جاي مشان البيع. والله بطلنا البيع. يخبرني الله على الخبريه. ليش شو صار؟ صرفنا النظر على البيع هلا. طيب اوكي رامي عندك، اذا غيرت رايك حاكيني. ماشي اتكل على الله، الله معك، مع السلامه. الله يخلي لنا اياك يا معلم. الله يطول بعمرك يا معلم. يلا يا شباب رجعوا الاغراض على المحلات. اكيد صار. الله يجبر بخاطرك يا معلمي مثل ما جبرت بخاطرنا كلنا، وهلا يلي عنده كلمه بتمه بده يضبها بحلقه، خاصه بعد ما طلبت. شوف يا بسام، انت شاب شهم وانا بحبك، عن جد بحبك. الله يخلينا. لو كان صار نصيب بعرف انك رح تسعدها لبنتي وتدير بالك عليها. بس شو معلم؟ يعني البنت انخطبت، خطبت لابن خالتها ووافقت، وبكره فاتحتها. معلمي بس انا بسام هذا نصيب، خلص خلصنا، هذا نصيب. الله لا يوفقك يا الياس، شو انك بلا شرف. لأمتى رح ضل هون؟ معقولة تيم ما بيعرف؟ معقول؟ جهزي حالك بسرعة بدنا نمشي. طيب بس جهد شو بدنا نعمل معه؟ فايقين. بونجور. بونجور أهلين. بونجور. ترويقة جاهزة، حابب إنه نتروق سوا. أوكي. ماشي. طيب. ما تتأخروا. حاولني بسرعة.
ياسمين ليه ده هذا؟ كل ده نوم. صباح الخير. يلا على السلامة. بعدين موجوعة كتير. طب بقولك ايه؟ قومي وانا خليكي تشوفي حاجة تنسيكي الوجع واللي جابوا الوجع. يلا يلا. شو تعبانة؟ كده؟ طيب. أنا بقى هشيلك غصب عنك. يلا. يلا بقى يلا 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 حبيبي تعالي. شوفي حاجة قد كده حلوة القصة. حبيبي تعالي. ايوه يا ميرفا الثلاثة اخدته بنفسي. لا طبعا ما سبتوش ينزل بالاسانسير لوحده. حاضر حاضر يا ستي. لا مش هأخره. خلاص خلصنا. يلا مع السلامة. انت يا واد يا جن انت ازاي عرفت تجيب الباسبور ده من غير ما تاخد بالك؟ اه طبعا ده انا عجيبك يا جامد. قول لي بقى احنا رايحين على فين؟ انت مش كنت عاوز تروح مع بابي بيروت؟ اه بس مامي. مامي؟ لا مامي دي تنساها خالص، مالكش دعوه بيها خالص. ماشي اوكي على بيروت. على بيروت يلا. حبك يا لبنان يا لبنان. تكون ماما في اي حيطه من دول. اسكت خالص. نادي أنا أسفة لأن الكلام اللي هقوله دلوقتي اضطريت أقوله بالطريقة دي علشان ما كنتش قادرة أقوله قبل ما أمشي. حسام هياخد كرم معانا بيروت من غير ميرفت ما تعرف، عشان كده أنا مش عاوزاكي تسيبي ماما في الأيام الجاية لوحدها خالص، لأن الست المجنونة دي معرفش ممكن تعمل إيه لما تعرف إن إحنا خدنا كرم معانا، خصوصي بعد ما بقت تعرف عنوان بيتنا. سامحوني عشان حطيتكوا في المواقف دي، بس بحبه. اعذروني ودعولي. اجمل فرحة بقلبك انت وبحسها بقلبي، رح منعيشها بهالليلة وهيدي ليلتنا. انت بروحي وبأفكاري، انت يا حبيبي ايد بايدك روحي وروحك تكمل فرحتنا. ايه رايك؟ حلو. مش قلت لك يا روحي ان احنا هنبتدي بدايه جديده؟ اكيد هنبدا بدايه جديده.
سوري مسيو، ما شفتها اليوم. يعني داومت؟ لو داومت اكيد كنت شفتها. طيب بقدر اشوفها لمدام لامار؟ بعتذر، كمان مدام لامار ما اجت. طيب يا ريت خليني اشوف استاذ اياد. ولا حتى استاذ اياد ما اجى اليوم. يلا تفضلوا، مدوا ايدينكم. نسي شو بدي تقول، سراني لحالي ناطرتك. فاكرة ياسمين أول مكان غنيتيلي فيه؟ بدي أتذكر شي هلا. طيب بقول لك يا روح قلبي، إحنا النهاردة بقى عايزين نروح نصرف في نفس المكان عشان عايز افتكر احلى ايام حياتي. شو نفسيتي بعدها تعبانه؟ موجوعه كثير بعدني. شو وقتها نحكي بهالشيء هلا؟ انا عارف ان انت تعبانه وموجوعه ومقدر. بس صدقيني كل حاجه على عندي وهتبقى احسن بكثير. عندي ليكي خبر هينسيك الدنيا وما فيها. وصدقيني هتبقي احسن. تعالي روحي. دي صورة تبقى الأصل هي. تمام. يا الساعة كم دلوقتي؟ الساعة داخلة على 2. وبعدين بقى في الحركات القرعة دي. إيه؟ في إيه؟ أستاذ حسام خد كرم عشان ينقلوا مدرسة قريبة من بيتي، ولحد دلوقتي لسه ما رجعوش. ما تقلقيش، أكيد زمانهم جايين. هي رجالة كلها بتوع حركات قرعة كده؟
ولا البلوى اللي عندي بس. شو حبوب شو الوضع؟ نايمة. يا عال انت مفكر بالخطوة الثانية ولا عم تورطنا بشي كبير وبس؟ بالخطف اول شغلة بتفكر فيها قيمة الشخص اللي انت خاطفه. انا شايفها بنت معطرة. يا غليظ، مش قيمة الشخص نفسه، قيمة الشخص بالنسبة للناس اللي حواليه. ابن عمها يلي جن لو وصل لها مش فارقة معه، بده اياها تموت. اذا مفكر تبتزه بتكون عم تقدم له خدمة كبيرة. بتعرف شغلة؟ احلى شيء بحياتك عملته انك ما خطفت حدا. فتح لي دماغك كثير منيح وانتبه. وين رايح؟ رايح جيب الدعم، انتبه منيح. شفت؟ تليفونه لسه مقفول، وبكلم مامته في البيت ما بتردش علي. اهدي بس شوية. عادل، أنا مش مجنون علشان تقول لي اهدي كل شوية. أنت مش شايفة هو بيعمل فيا إيه؟ أنا مش عايزة منه حاجة، أنا عايزة أربي ابني وبس. طب هو ليه ما رجعليش ابني زي ما خده مني؟ ها؟ عايز يتأخر يقول لي أنا هتأخر عادي، مش هعمل له حاجة. شايفني هو بيعمل فيا إيه؟ وفي الآخر بيقول علي عصبية ومجنونة. أنت عايزة تعملي إيه؟ عادل سيبني لوحدي شوية. أوكي. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرة أدلك بغيابك، جايب لك زبون مشان البيت. لساتك ناوي تبيع؟ لا خلص مشي الحال. حكيتي مع أختك. يو. شلون بدي احكي معه؟ مو لازم تفدي اليمين بالاول؟ شفت شيخ وطلعت كفاره. خلص خليهم يجوا ايمت ما بدهم، وفينا نبدا بالكتاب بنفس اليوم. حتى فيهم ياخذوها بنفس اليوم. شلون يعني ياخذوها؟ هيك على السكيت؟ شو بدك يعني؟ يعني اعمل لها عراضه؟ سيف وترس؟ الله يوفقك يا ابو العبد. خلينا نعمل لها هيك شغله على الضيق، منه بنجبر خاطرها ومنه منقطع لسان العالم. لك بدك الناس تشوفها، تشوف وشها المشوه. يا بي، انا عندي شرط مشان اتجوز سامي. قولي شو بدك بابا. جاهزة؟ بدي البس فستان عرس. طيب بابا، علاني.
ما بيطيب معك منيح، لأن الساعة نحس وقت اللي تجوزك بيي امشي الدنيا. فوتي خليكي هون على الخشب ما تقولي. أنا رنا أمار ما في جهاد إذا صحصحت تطلع بهالمطرح منيح في كتير حيوانات وفي خيل خيل أصيلة بس كلهم بينقصهم كلب وفي